نيلو تي في، صباح الخير لكل المشاهدين في هذه الحلقة الجديدة من حوار اليوم. ويسرني أن أستضيف في هذه الحلقة سعادة سفير مصر لدى لبنان علاء موسى. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك سعادتك. صباح النور، أهلا بحضرتك. بداية وقبل أي شيء بدي أقول لك إن شاء الله كل عيد وطني ومصر بألف خير، وشعب مصر كمان بألف خير، وإن شاء الله متكلين عليك على دائما تعزيز العلاقات ما بين لبنان ومصر. وهذا الشيء شفناه بالعيد الوطني المصري اللي كان عن جد حاشد، وحنحكي عنه بالقسم الثاني من هذه الحلقة. هناك كثير من الملفات، بدي أبدأ ملفات الإقليم والعالم ونفوت إلى ملفات الداخل اللبناني. اليوم في رئاسة أمريكية، الكل يتحرك والكل أنظار تتجه صراحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى هذا الصراع بين بايدن وترامب. برأيك سعادتك، حسم الأمر وبات فوز ترامب محسوما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وكيف سينعكس ذلك على ملفات المنطقة؟ لا طبعا، يعني ما حدث في الأيام السابقة، سواء كانت المناظرة اللي تمت بين الرئيس بايدن والمرشح دونالد ترامب، أو حتى حادثة محاولة الاغتيال لدونالد ترامب، هذه الأمور طبعا أخذت الانتخابات الرئاسية في منحى آخر. المراقبين بيقولوا أنه يعني أتت أو نالت من قدر من أصوات بايدن، لكن أنا في الحقيقة الانتخابات الأمريكية دائما المعسكر الديمقراطي يصوت دائما تقليديا إلى مرشحه، والجمهوري كذلك، يتبقى فقط الأصوات المتأرجحة. نعم. هو ده العمل عليه، عشان كده لا يمكن الجزم بأين تذهب الأصوات إلا مع النهايات. وأنا متذكر جيدا انتخابات كلينتون أمام دونالد ترامب، وأيضا انتخابات بايدن أمام دونالد ترامب. نعم. في الحقيقة كل المؤشرات كانت بتشير في اتجاه وذهبت في اتجاه آخر، لأنه الأصوات المتأرجحة تبدو دائما تحتاج قدر من الوقت قبل أن تذهب أو تحسم موقفها. فلا أستطيع قول بأنه الانتخابات الأمريكية حسمت أو أنه بات معروف من هو القادم أو رئيس القادم لأمريكا. هل برأيك بعد هناك إمكانية أن ينسحب بايدن من هذا السباق الرئاسي؟ قبل ما أسألك عن سياسات ترامب المقبلة، ماذا عن مستقبل الحرب في غزة في حال فاز ترامب، ولكن الصراع الأمريكاني ممكن بعد نشوف مشهد غير بايدن ترامب، أو لا برأيك تكمل الأمور؟ شوفي، الحديث المتواتر حول احتمالية سحب مرشح الحزب الديمقراطي والتقدم مرشح آخر في الحقيقة كثر في الأيام الماضية، لكن تغيير اسم المرشح في الانتخابات الأمريكية وتحديدا من قبل الحزب الديمقراطي ده أمر له مسارات واضحة. نعم. إما بقرار من المرشح نفسه أنه يتنازل عن ترشحه، أو أنه من خلال الحزب، والأمرين في الحقيقة في منتهى الصعوبة. أولا لأنه بايدن حسم أمر وقرر أنه لن يترشح، صحيح، لن ينسحب. والأمر الآخر أنه الحصول على من أجل تغيير مرشح محتاجة أصوات 600 صوت من المندوبين الديمقراطيين موزعين على عدد من الولايات، أمور كثيرة صعبة لا يمكن توفرها في الوقت الحالي. فأتصور أنه ترشيح بايدن مستمر إلا إذا حدث شيء يعني خارج التوقعات. ساعتها كان يحاول دائما بايدن أن ينتزع ورقة اتفاق الهدنة أو وقف الحرب في غزة، علّه ينعكس إيجابا كورقة انتخابية رئاسية أمريكية. هل هذا الموضوع اليوم لا نستطيع بقى أن نتحدث عن اتفاق وشيك بعد تعثر كل المفاوضات وكل الوساطات من مصر إلى قطر إلى كل هذه الوساطات، بات صعبا اليوم الحديث عن اتفاق هدنة قريب في غزة؟ يا طبعا، بعيدا عن من يستفيد من الهدنة وأي مرشح في الولايات المتحدة يمكن أن يستفيد من هذه الورقة، أنا في حقيقة ده لا يعنيني كثيرا. أنا ما يعنيني ونحن في المنطقة ما يعنينا نحن نصل إلى شيء فيما يخص مفاوضات الهدنة. طبعا
مفاوضات الهدنة صعبة وطويلة ومعقدة وفيها أمور كثيرة جدا وتعقيدات مختلفة، إنما الجهد الوسيط سواء المصري أو القطري والولايات المتحدة مستمر، وجولات المفاوضات سواء في القاهرة أو في الدوحة مستمرة، والنهاردة أعتقد في جولة أخرى في القاهرة. هناك أمور متى هالجولة معقدة في القاهرة؟ يعني أقصد أنه النهاردة في حوارات وفي مفاوضات مستمرة. هي المفاوضات مش دايما بيعلن عن أن هي بتسير أو موجودة أو بشكل إعلامي، إنما في الحقيقة هي موجودة. اليوم عندنا مفاوضات جارية، هذه المفاوضات نسعى من خلالها إلى تقريب وجهات النظر، لا زالت فجوات موجودة، ويمكن امبارح في مجلس الأمن كان هناك حديث أو كلمة لمندوب الولايات المتحدة وتحدثت عن جهود مصر وقطر، وفي نفس الوقت أشارت إلى هناك بعض الفجوات لابد من معالجتها. هذا ما يقوم به الوسيط المصري والوسيط القطري. تبدو الأمور وهذا حدث في السابق، تكوني اقتربتي كثيرا أو يبدو أنك اقتربتي من نهاية الطريق ثم تعودي مرة أخرى. في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية والتوازنات الداخلية في إسرائيل، يجب أن ننتظر إلى أن يتم الإعلان بشكل واضح وصريح من كافة الأطراف على موافقتها على الهدنة والبدء في سريانها. تحمل إسرائيل سعادتك مسؤولية تعطيل المفاوضات، وليس حماس من يتحمل هذه المسؤولية؟ لا، أنا في الحقيقة لا أستطيع أن أقول أن أنا مطلع على تفاصيل المفاوضات، لكن ما يعني يشي إلينا أو ما يصل إلينا من معلومات أنه في الحقيقة ليست أنا أو أنت أو آخرين، الرئيس وزراء إسرائيل نفسه أعلن في أكثر من موقف عن شروط جديدة ومواقف جديدة لم تساعد على حدوث اختراق في الهدنة، إضافة إلى ما تقوم بإسرائيل، وده أمر واضح للعيان، سواء من عمليات داخل قطاع غزة فيها كثير من الضحايا المدنيين. في الحقيقة كل ده بيعرقل المفاوضات ولا يسيرها، على الرغم من أنه الجانب الإسرائيلي بيرى في أنه الضغط العسكري، وهذه فلسفة أو سردية نتنياهو، أنه الضغط العسكري مع المفاوضات يمكن أن يأتي بنتيجة، لكن في الحقيقة في بعض الأحيان بيؤدي المواصي في خان يونس في الحقيقة كانت مجزرة أثرت بشكل كبير على مسار المفاوضات، لكن نرجو إلى أنه في النهاية ما نهدف إليه كمصر والوسطاء إلى أنه يصل وقف إطلاق نار دائم في المنطقة ونرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني. منذ 7 أكتوبر سعادتك أكيد في مقولة كسرت، لا أحد يمكن أن يتخطى هذا الأمر، الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، لا، حماس برهنت أنا يقهر هذا الجيش، ولكن اليوم غزة مدمرة، اليوم عم نشوف برفح ماذا يحصل، وبدي نحكي عن هالموضوع لأنه مصر أساسية بهذا الإطار، جبهة الجنوب كمان بدنا نحكي عنها، ولكن بميزان الربح والخسارة اليوم من رابح في هذه الحرب برأيك؟ هل فعلا حماس قدرت تحقق شيء، أو إسرائيل قدرت أنه تنتزع أهدافها الأساسية وهي القضاء على حماس، وهذا ما لم يحصل، وأيضا تحرير الأسرى؟ من هو رابح حتى الساعة؟ شوفي، التاريخ علمنا بأنه لا يمكن الحكم على حدث وهو لا يزال ساري، محتاج أنه الحدث ينتهي وتهدأ وينقشع الغبار وتبتدي تقيمي أين أنا من هذا الحدث وأين هي المكاسب وأين هي الخسائر. وفي كثير من الأمور اللي لازال الناس تختلف عليها للآن، هل كان النتائج جيدة أم نتائج سلبية على أمور حدثت من 50 عاما وأكثر. فأنا أتصور أنه صعب، بل يبدو مستحيلا الحكم الآن على من استطاع أن يحصل على مكاسب. الحقيقة الأفضل أن احنا نتحدث عن اليوم التالي إلى أين نذهب، عشان كده مقترح الأمريكي للرئيس بايدن والحديث عن 3 مراحل تنتهي بالدخول في الترتيبات المتعلقة بإقامة دولتين، ده شيء في غاية الأهمية، أنه لابد من أنه
ما حدث ويحدث الآن في غزة يصل بنا في نهاية المطاف إلى إطلاق عملية السلام مرة أخرى، إلى تطبيق حل الدولتين بشكل واضح. هنا نستطيع أن نقول أنه هذا مكسب. نعم. بدون هذا لا يمكن الحديث عن أي شيء. فأنا تقديري بأنه لابد من الانتظار ومعالجة خطوة وراء الخطوة إلى أن نصل إلى ما نهدف إليه ونصل إليه. تقول أن حل الدولتين هو الأساس، ونعم هذا ما يطالب به قطر، وهذا هو الأساس بموضوع القضية الفلسطينية. ولكن اليوم هلأ صباحا يصوت الكنيسة الإسرائيلي على بأغلبية ساحقة على قرار ضد إقامة دولة فلسطينية. لا نزال اليوم نستطيع الحديث سعادتك عن هذا الحل صراحة بظل هذا الرفض من إسرائيل ورفض من بعض الآخرين عن حل الدولتين، بعد فينا نحكي هيك؟ لا، أنا أعتقد أنه قرار الكنيسة اللي اتخذ أمس بخصوص رفض حل الدولتين ده بيدفعه الوضع في المنطقة، الوضع في الإقليم، الضغوطات تحرض لها الحكومة الإسرائيلية، وجود اليمين المتطرف بشكل كبير داخل الكنيسة. وبالتالي لا أستطيع أن أنا أقول أنه هذا ما سيحكمنا في المستقبل، لكن هذا مؤشر غير طيب على أنه الحكومة الحالية والتركيبة الحالية غير مستعدة إلى الدخول في شيء واقعي ينتهي به حل الدولتين. عشان كده كل الأطراف تتحدث عن أنه تطبيق حل الدولتين لن يتم على أغلب الأحوال في ظل وجود الحكومة الحالية والتركيبة الحالية. لكن احنا بنقول أنه دايما الجهود الدبلوماسية بتستمر خطوة وراء خطوة وجهود تراكمية، فما تجديه صعبا اليوم أو مستحيلا قد تجديه بعد عدة شهور لا قابل للحراك وقابل للتعامل معه. فأنا في الحقيقة لن أقف كثيرا أمام قرار الكنيسة، لأنه قرار يعني هو مؤشر على التركيبة الحالية في إسرائيل، لكن ليس بالضرورة ما سيحكمنا في الأيام والشهور والسنوات القادمة. طب قبل ما نحكي على قراءتك لي، أي متى بتنتهي طيب هذه الحرب؟ بعدنا عم نقول أنه أشهر قليلة مقبلة، نحن على أبواب السنة لسبعة أكتوبر، وبالتالي هذه الحرب لا تزال مستمرة، المفاوضات تتعرقل من مرة إلى أخرى، وكان في بالأمس اجتماع سري وهنا بدنا نتطرق له، ثلاثي ما بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والجانب الفلسطيني حول معبر رفح وإعادة إمكان فتحه كجزء من اتفاق موضوع الرهائن. طب بدي تعليقك، اليوم رفح أساسي بالنسبة لمصر، كل ما يحصل اليوم برفح، ماذا تقول بهالإطار؟ شوفي، معبر رفح عشان تبقى الأمور واضحة، وده موقف الحكومة المصرية والدولة المصرية، إلى أنه لن ندخل في ترتيبات تسمح باستمرار سيطرة إسرائيل على معبر رفح. ده أمر حسم وتحدثنا فيه بشكل واضح منذ بداية الأزمة. كيفية ترتيب هذا والوصول إلى حل بشأنه، طبعا جاري الآن مفاوضات مش فقط حول معبر رفح، في هناك مفاوضات حول القوات الموجودة من إسرائيل في محور فيلادلفيا، في حديث حول قوات إسرائيل في محور نتسريم، لأنه مقترح الرئيس بايدن بيتحدث عن أنه انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وأيضا حرية حركة السكان من جنوب القطاع إلى شماله، وهي أمور في الحقيقة الآن تضع حكومة إسرائيلية عراقيل أمامها، سواء التحرك من محور فيلادلفيا أو حتى السماح للفلسطينيين بالعودة إلى شمال القطاع. وبالتالي سيظل هذا الأمر محل نقاش وبحث ما بين الأطراف المعنية، وطبعا على رأسها مصر والجانب الفلسطيني. أمد هذه الحرب، إذا فاز ترامب وعاد إلى الرئاسة الأمريكية، يقال هيك بالقراءة والتجارب أن ترامب يفضل الابتعاد عن الحروب، هل ممكن في حال وصول ترامب تكون فرصة للحظ باتجاه فعلا وقف هذه الحرب؟ وهل أنت مقتنع سعادتك أنه لو أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن توقف هذا العدوان على غزة ألم يكن باستطاعتها أن تفعل ذلك؟ شوفي، أنا أعتقد أنه المواقف الانتخابية شيء، والسياسة والتنفيذ على الأرض شيء آخر. وهناك سوابق كثيرة
سواء من ترامب أو حتى الرئيس الأمريكي الحالي بايدن. نعم. فبالتالي لا نعول كثيرا على ما يذكره الرؤساء الآن. لا أحد سواء كان الرئيس الأمريكي قادم كان ترامب أو بايدن يرغب في استمرار هذا الحرب، لأنه في الحقيقة الخسائر على الجميع، وبالتالي الجميع يفضل أنه يجب إنهاء هذه الحرب فورا. طبعا قد يكون الرئيس بايدن الآن بيسعى إلى هذا لتعضيد موقفه الداخلي قبل الانتخابات، وقد يكون أيضا حديث ترامب في المناظرة الأولى عن أنه إطلاق يد إسرائيل لتعمل كما تشاء أيضا في محاولة لكسب الأصوات. إنما الموقع الرئاسي في الولايات المتحدة بيفرض أمور كثيرة ليس بالضرورة رئيس أو آخر يستطيع أنه هو يتنصل عنها. السياسة قد تختلف بعض الشيء، لكن الاستراتيجية والأهداف واضحة. لا أحد يبحث عن حرب في المنطقة، لأن الحرب فيها خسارة للجميع. ثم أنه لا تضمني أيضا، وده موقف الولايات المتحدة، إلى أنه إلى أين تتشعب الحرب وأين تتوسع الحرب ودخول أطراف أخرى، وهذا أمر في منتهى الخطورة. ما أدرى الولايات المتحدة أن توقف هذه الحرب. أمين عام حزب الله بخطابات كثيرة يقول، وأخرى من يومين يقول، أمريكا مسؤولة عن كل ما يحصل. ألا تشاطر مصر هذه النظرية؟ لا، أنا في حقيقة أنا بقول نظرية. إنه الأطراف كلها مسؤولة، لأن كل يجب أن يسعى ويدلي بدله في هذا الإطار. كل ما هو طرف له قدرة على التأثير على مسار الأحداث يجب أن يفعل كل ما بوسعه. وبالتالي أنا بقول إنه ما يحدث الآن وعدم وقوف الحرب إلى الآن ده يتحمله كل الأطراف المشاركة في الأمر بدرجات متفاوتة طبعا. وبالتالي لما بنتكلم على أنه المفاوضات مستمرة، الوسطاء منخرطين، الولايات المتحدة موجودة، لأن هناك رغبة حقيقية من الأطراف المعنية في إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن وبشكل دائم. يعني هنا النقاش يعني يقول أنه فلتتوقف الولايات المتحدة عن تسليح إسرائيل، بيمشي الحال وتتوقف هذه الحرب. هيدا الواقع منه هيك؟ لا، أنا أعتقد الأمور ليست بهذه البساطة. الدعم الإسرائيلي الأمريكي لإسرائيل في الحقيقة هو العسكري تحديدا. نعم طبعا. هو رمز ودعم سياسي في الأساس، إنما ليس هو اللي بيحدد إلى أين تتجه إسرائيل أو كيف تمارس أو كيف تدير المعركة. له صبغة سياسية أكتر تحرص عليها إسرائيل في مواجهة المنطقة والعالم. فمش وقف الحرب ليس بالضرورة بإيقاف السلاح إلى إسرائيل، وقف الحرب بأشياء كثيرة جدا قد يكون من ضمنها وقف تصدير الأسلحة، لكن أعمال القانون، أعمال المبادئ والمواثيق اللي احنا كلنا وقعنا عليها والولايات المتحدة أولنا، عدم عرقلة القرارات الصادرة من مجلس الأمن، بالعكس تسهيل الأمر، صدور قرارات قوية يمكن تنفيذها على الأرض. أنا أعتقد أنه الجميع يفضل الآن أنه يعطي مساحة للمفاوضات لعل وعسى تأتي بنتيجة، لأنه الحديث ليس فقط على إيقاف الحرب. إيقاف الحرب ده شق وفي غاية الأهمية والضرورة، لكن هناك أيضا شق آخر وهو اليوم التالي، ماذا يحدث. ودي مسائل في منتهى التعقيد، ويجب أن يراعي الأطراف جميعا في حديثها أنه ما يكونش هدفنا فقط إيقاف الحرب، لكن هدفنا يجب أن يكون إلى أبعد، إلى أين نذهب بكل ما حدث في غزة وكل ما حدث القضية الفلسطينية، إلى أين نذهب في الفترة القادمة. قبل ما أطلع فاصل، أمد هذه الحرب بقراءتك، أكيد ما حدا بيدرك شو بيصير، ولكن قراءة تحليلية، ستطول بعد أكثر إلى موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ شايف هيك هذا يعني الأفق هيك رايح؟ قد يكون طبعا، قد يكون الجانب الإسرائيلي لديه رغبة في استمرار الحرب لأهداف ليس بالضرورة الحرب، إنما يمكن رئيس الوزراء الحالي بيحافظ على موقعه، رئيس الوزراء الحالي يخشى من محاكمات، من انهيار ائتلافه، من خسارة لو حدثت انتخابات مبكرة. فقد يكون إطالة أمد الحرب في طوء نجاة لي على الأقل في فترة قليلة قادمة. لكن احنا بنقول انه
ليس هذا هو العامل الوحيد، هناك جبهة أخرى اسمها الوسطاء والمفاوضين واللاعبين الإقليميين والدوليين. ماذا يفعلون؟ هم أيضا يمارسوا ضغوطا من أجل الانتهاء من هذه الحرب في أسرع وقت ممكن. فهي عبارة عن يعني اشتباك ما بين طرفين، كل يحاول أن يصل إلى مبتغاه، تقديري بأنه الرغبة أو القدرة على الوصول إلى حل وسط هو هذا يمثل قدر معقول من النجاح. أيضا الأنظار تتجه إلى الكلمة التي سيلقيها نتنياهو في الولايات المتحدة في الكونغرس، وهيدا كمان يقال إذا كان حيعود نتنياهو بضوء أخضر لفتح أكثر وتوسيع جبهة لبنان. هذا الموضوع بدي أسألك عنه سعادتك، ولكن بعد الفصل ندخل بموضوع جبهة الجنوب وأيضا الأساس ملف اللجنة الخباسية وملف الاستحقاق الرئاسي. فصل ونواصل. عودة لحوار اليوم، وأعود وأرحب بضيفي سعادة سفير مصر لدى لبنان علاء موسى. دائما أرحب فيك عبر هوا الأو تي في. بدنا نكمل هذا النقاش، وماذا عن جبهة الجنوب؟ سمعنا ودائما نسمع هذا موقف من أمين عام حزب الله، حرفيا يقول لا تتوقف جبهة المساندة إلا عندما تتوقف ويتوقف العدوان على غزة. وأكثر من ذلك، الجميع ينتظر نتنياهو هل يعود بضوء أخضر أمريكي لتوسيع جبهة الجنوب، الجبهة اللبنانية. ماذا ترى على جبهة الجنوب اللبنانية؟ نحن ذاهبون إلى حرب أوسع. حذرت إيران امبارح كمان أنه أي عمل ضد حزب الله ولبنان سيدفع المنطقة كلها إلى نيران. طيب، أنا يعني دعيني أقول لحضرتك إلى أنه الخطاب الإعلامي والسياسي المعلن مش بالضرورة هو اللي بينفذ على الأرض، لكن ده بيعبر عن مواقف وبيعبر عن أو بيستخدم كأداة تساعد في إيصال رسالة ما. لا أعتقد بأنه نتنياهو يذهب إلى الولايات المتحدة للحصول على ضوء أخضر لتوسيع جبهة الجنوب. تقديري بأنه لا أحد يرغب في توسيع جبهة الجنوب أو فتح جبهات أخرى. هل ده بالضرورة يترجم إلى أنه لا يمكن توسيع جبهة الجنوب؟ لا طبعا، لكن أنا أقصد أنه ما يختمر في ذهن الأطراف المعنية إلى أنه لا داعي لتوسيعة الحرب وفتح جبهات كثيرة، ويمارسون بقدر ما سياسة تؤجل هذا الأمر أو تحول بينه وبين حدوثه، على الأقل في مستقبل المنظور القريب. تؤجل أو تحول، لأن هذه نقطة. أنا حاولك إنه ما نفعله حالياً أو ما يتفعله الأطراف، وبالإضافة إلى هناك دور مصري ودور سعودي ودور قطري وأدوار أخرى إقليمية عشان ننزع فتيل هذه الجبهة، لأن جبهة في منتهى الخطورة. ما يصلنا من رسائل من الأطراف كلها إنه لا ليس هناك رغبة بالمعنى المفهوم لفتح هذه الجبهة، لكن حدوث أخطاء طبعا واردة، وحدوث تطور وتطور سريع أيضا وارد، كما شاهدنا في غزة من إنه كل يوم بيختلف عن يوم السابقه، قد أيضا ينطبق على جبهة الجنوب. عشان كده إحنا في أحاديثنا بنقول إنه لابد من بذل كافة الجهد، سواء من قبل الأطراف الإقليمية أو الوسطاء، وعلى رأسهم طبعا الوسيط الأمريكي اللي بيتحرك في هذا الملف، إلى أنه ننزع فتيل الأزمة. لكن هل نتنياهو يذهب إلى الولايات المتحدة للحصول على ضوء أخضر من الولايات المتحدة؟ أنا لا أتصور هذا. كتير منيح، يعني ما وإلا أو خوف من خطأ تقديري أو خطأ تكتيكي طبعاً. بحسبك هذا برأيك هذا ما قد يؤدي إلى توسيع هذه الجبهة، ولكن حتى الساعة ولا طرف يريد توسيع هذه الجبهة كما ذكرت. طيب، حكيت على الموفد الأمريكي، وكمان حكي الكثير أن الموفد الأمريكي هوكستين والموفد الفرنسي جان إيف لودريان يبحثان ماذا بعد وقف الحرب والعدوان على غزة، وبهذا الديل الجاهز. أمس سمعنا من عم حزب الله يقول كل الكلام عن اتفاق جاهز غير صحيح.
أنتم عندكم كلجنة خماسية بتتناقشوا بملفات كثيرة، وليس فقط الاستحقاق الرئاسي كما أعلم، تطرحون ملف غزة، ملف لبنان، الأمن في الجنوب. ماذا تستشفون من أجواء الأمريكية والفرنسية؟ ماذا يحضر للحظة وقف العدوان على غزة؟ ماذا يحمل هوكستين معه أو لودريان؟ شو الاتجاه لهذه اللحظة؟ طيب، أولا نحن في اللجنة الخماسية مهمتنا رئيسية وواضحة، وهي التعامل مع الملف الرئاسي. لكن طبعا هناك أمور أخرى مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بهذا الاستحقاق فيتم تناولها، لكن بيتم تناولها في هذا الإطار وهو تأثيرها على الملف الرئاسي. أنا في الحقيقة سواء كان جهود أو ما يطلق عليه الورقة الفرنسية أو الورقة الأمريكية، في الحقيقة عندما تحدث السيد حسن نصر الله أمس عن أنه لا يوجد اتفاق جاهز، أنا أعتقد أنه حديثه صحيح، لأنه بالفعل لا يوجد اتفاق جاهز. هناك مواد وهناك أفكار بيتم الحوار حولها والنقاش بشأنها. إلى أي مدى وصلوا إلى تقدم أعتقد أنه مدى معقول، إنما هل وصلوا إلى التوافق على كل الأشياء؟ لا أتصور هذا. وبالتالي كلامه فيما يتعلق أنه ليس هناك اتفاق جاهز بكلام يحمل قدر كبير من الصحة. لا يمكن الحديث عن اتفاق جاهز إلا عندما يتم التوقيع عليه بين الأطراف. إنما المناخ العام يمكن أن يطلق عليه مناخ إيجابي فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى تفاهمات وقت وقف الحرب في غزة. المبعوث الأمريكي يدرك بأنه جبهة الجنوب مرتبطة بالوضع في غزة، وبالتالي هو منتظر اللحظة اللي يتم فيها وقف إطلاق النار في غزة أو الهدنة في غزة للانتقال إلى العمل على ترتيبات الجنوب. وعندما يحدث هذا سيكون لكل حادث حديث، وأتصور أنه سوف يلتقي الأطراف ويتحدثها ويصل إلى شيء ما. بأجواءك أو معلوماتك من كل اللجنة الخماسية سعادتك، هناك زيارة قريبة لهوكستين وإلا لا؟ هوكستين لن يعود إلى لبنان إلا عندما يصير شيء إيجابي بغزة، لحظة اتفاق هدنة أو لا وقف إطلاق النار دائم في غزة. ما هي الأجواء عن زيارة هوكستين؟ طبعا إذا حدث وقف إطلاق نار يعني في غزة الآن، فأتصور أنه المبعوث الأمريكي سيأتي سريعا إلى لبنان، وهو أعلن عن هذا. ده ليس تقدير مني أو سر بأوح بي، الجميع يعلم هذا. إنما هل يأتي إلى أغراض أخرى؟ والله وهو أتى فعلا عندما كان هناك تصاعد في حد التوتر في الجبهة الجنوبية. أتى أيضا هوكستين، وبالتالي قد يأتي في ظروف مماثلة، وهو ما أتمنى عدم حدوثه. أتمنى أن يأتي في ظروف تكون مهيئة للحديث والحوار والوصول إلى ترتيبات تهدئ جبهة الجنوب تماما وتضع قواعد وخارطة إلى مستقبل الأعوام القادمة. تحدثت عن نقطة لافتة، تقول أن تعتقد أن ما تم التوصل له بنقاش الأفكار وليس اتفاق جاهز إيجابي، وهناك تقدم فيما يتم النقاش فيه. طب هل هذه الأفكار تشمل إمكان تراجع حزب الله كيلومترات؟ لو 8 أو 5 ما بدي فوت هلأ، لأن هذه كلها تبحث بحينها، بس هذه النقطة تحديدا سعادتك مطروحة، هناك قابلية لدى حزب الله أنه يبحث بالنقاش؟ شوفي، دايما الحوار والمفاوضات حول اتفاق ما لا يتم بشكل مجزأ، يعني بيتاخد كوحدة واحدة. ويمكن نموذج غزة نموذج صارخ وواضح على أنه هناك تفاصيل كثيرة قد تعرقل الاتفاق أو تجعله يتقدم إلى الأمام في مراحل كثيرة. إنما فيما يتعلق بالجنوب الحوار
لا يدور فقط حوالين إلى أي يذهب حزب الله، سواء لـ8 كيلو أو 10 كيلو أو الخرق الإسرائيلي للأجواء اللبنانية، كيف يتم هذه، كيف يتم، ماذا سوف يتم في نشر قوات الجيش اللبناني في الجنوب، مظاهر التسلح كيف يتم التعامل معها، إعمار الجنوب. الحقيقة هي عبارة عن صفقة متكاملة، فدعونا ننتظر إلى أن تتضح كل ملامح الصفقة، لأنه شرط واحد أو خطوة واحدة من ضمن اللي أنا ذكرتهم قد تؤدي إلى عرقلة كل المفاوضات. فلما عندما أتحدث عن أنه هناك تقدم في المفاوضات لن ينتهي إلا بالاتفاق على شيء كامل يلبي رغبات و يعني تطلعات كل طرف. سعادتك تحدثت عن إعادة الإعمار، وأمين عام حزب الله بالأمس تحدث وقال، وكان لافت جدا كلامه، أنه كل ما تهدم رح نرجع نبني أحلى مما كان. ويبدو التعويل يبدو على قطر، على إيران، وماذا عن مصر؟ مصر ستكون موجودة في عملية إعادة الإعمار في الجنوب لحظة وقف العدوان على غزة؟ شوفي، سواء كان في غزة أو في جنوب لبنان، جزء مهم من المفاوضات اللي بتجري هي جزء الخاص بالإعمار، لأنه هذا ما يطلق عليه اليوم التالي، الجزء منه سياسي وجزء منه يتعلق بمعيشة المواطن. وبالتالي إعمار غزة شيء أساسي في أي صفقة سوف يتم التوصل إليها، وأيضا إعمار الجنوب سوف يتم الحديث حوالين هذا الأمر في أي صفقة يتم التوصل فيها فيما يتعلق بترتيبات الجنوب. مصر في الحقيقة سوف تكون منخرطة في أي جهد يمكن لها أن تساهم فيه، سواء كان في إعمار غزة أو في إعمار لبنان، لأن احنا نعتبر أنه جنوب لبنان هو جزء من لبنان. لكن دعينا الآن نتحدث عن الأمور المتعلقة بخفض حد التوتر ونزع فتيل الأزمة، قبل الحديث ثم يكون الحديث حوالين ما هو قادم من إعمار، سواء كان في غزة أو في جنوب، وهو أمر حتمي وهام. بدي أطلع فاصل، ومن بعد ندخل مباشرة إلى اللجنة الخماسية التي قيل في السابق سعادتك أنه هذه اللجنة مفقودة، يعني صار كثر حتى الأطراف اللبنانيين النواب يسألون ضايعين اللجنة الخماسية، وأين هي اللجنة الخماسية؟ عادت للحراك، ولكن ماذا عن طبيعة هذا الحراك؟ ماذا عن لقائكم مع نواب المعارضة؟ فصل ونواصل حوار اليوم. عودة لحوار اليوم في القسم الأخير من هذا الحوار. طبعا أفتح الملف الرئاسي مع سعادة سفير مصر لدى لبنان علاء موسى، أعود وأرحب بك في هذا القسم الأخير. الكل يمكن ناطر هذا القسم ليسمع منك سعادتك على موضوع اللجنة الخماسية والاستحقاق الرئاسي. بداية والسؤال البديهي، ألم تقتنع اللجنة الخماسية بعد أن هذا الملف مرتبط حكما بلحظة وقف العدوان على غزة؟ شوفي، اللجنة الخماسية في الحقيقة عندها قناعة واحدة، إنه لن تكل ولن تمل من مواصلة جهودها من أجل إحداث خرق في هذا الملف ومساعدة الإخوة في لبنان. تتوقف اللجنة الخماسية عن عملها إذا ما طلب منها من اللبنانيين أنفسهم إنه والله نكتفي بهذا القدر، لسنا في حاجة إلى جهود الخماسية. ردا على سؤال حضرتك فيما يتعلق بما يحدث في غزة، احنا في بداية عملنا كخماسية كان عندنا رغبة في الانتهاء من هذا الملف في أسرع وقت، وعندما بدأت الحرب في غزة في 7 أكتوبر كان عندنا حرص أكبر على أنه ما يحدث في غزة وفي الإقليم يكون دافع للانتهاء من الملف الرئاسي، لأنه بنقول أنه التحديات اللبنانية هامة جدا وخطيرة للغاية، فلابد من أن مؤسسة الدولة اللبنانية تكون تعمل كلها بكفاءة استعدادا لمواجهة ومجابهة هذه التحديات. هذا الأمر وهذه قناعة موجودة لدى الخماسية. ما حدث مؤخرا عندما طرح مقترح الرئيس بايدن وازدادت حد التوتر بشكل كبير في الجنوب، باتت الخماسية تنظر إلى الأمر بمنظور مختلف بعض الشيء، بمعنى أنه الأطراف المعنية هي التي تربط أو
تضع أولوية للوضع في الجنوب عن باقي الملفات. هل معنى كده أن الخماسية توافق على هذا؟ لا، الخماسية إلى الآن بتشد على أنه لابد من انتهاء من الملف الرئاسي، لكن بنقول دعونا الآن كخماسية أن احنا نلتقي بالكتلة الاعتدال بحركة جبران باسيل بأيضا اللقاء الديمقراطي أو ونواب المعارضة الأخير، إلى أنه الحراك في المكان، وده أرجو الناس تبقى واعية لي، الحراك في المكان انتظارا للحظة المناسبة اللي هي قد تأتي من مفاوضات غزة أفضل كثيرا من أن احنا نترك هذا الملف جانبا وننتظر إلى ما يحدث في غزة لنبدأ من جديد في الملف الرئاسي. الحفاظ على الزخم، زخم الملف الرئاسي، في غاية الأهمية، وفي بعض الأحيان الحراك قد لا ينتج شيء ملموس لكن بيحافظ على هذا الزخم، وهو في حقيقة نحن جميعا سواء في داخل لبنان أو الأطراف الخماسية في حاجة إلى استمراره. يعني تقول أن حراك الخماسية، تقر اليوم أن حراك الخماسية قد لا ينتج شيئا الآن، ولكن الحفاظ على زخم الملف الرئاسي هو الأساس بالنسبة للخماسية. يعني ممكن القول أنه خلص في اقتناع بأن ما تقوم به الخماسية هو الحفاظ فقط. تما نقول أنه الملف الرئاسي صار بالتلاجة، منضل خلينا الملف الرئاسي، منحكي هيك لنخلي اللبنانيين نفسيا أنه متنفسين أي في حدا عم يحكي بالملف الرئاسي، والواقع عكس ذلك أنه ما حيصير شيء هلأ للحظة وقف العدوان على غزة. هذا قناعة وصلتم إليها؟ يعني شوفي أنت، عشان أنت حديثك في حقيقة سليم، لكن أنت استخدمتي لفظ واحد غير المعنى كله، اللي هو فقط إنه الحفاظ على الزخم فقط. لا، الحفاظ على الزخم إلى جانب المجهودات الأخرى، لعل وعسى، إلى إنه عندما تحين اللحظة وتتوافر الظروف المهيئة والمساعدة يمكن إحداث خرق فوري ولا ننتظر البدء من جديد. وبالتالي الخماسية بتعمل على مسارين، المسار الأول هو ضرورة الحفاظ على هذا الزخم، والمسار الثاني هو مواصلة العمل مع الفرقاء للبحث عن نقاط الاتفاق، وأيضا العمل على نقاط الاختلاف بدرجة ما علشان نهيئ المسرح، أو يمكن لنا أن احنا نساعد على تقريب وجهات النظر، الأمر اللي يمهد في مرحلة قريبة هو ما نتمناه إلى انتخاب الرئيس. ما نقوله للجميع وبقول لحضرتك النهاردة والسادة المشاهدين، إلى أنه انتخاب الرئيس في لبنان أمر في غاية الأهمية، لا يمكن تركه ولا يمكن رهنه إلى أشياء أخرى، سواء كانت الانتخابات الرئاسية الأمريكية ونتائجها، ما يحدث في الجنوب والتسوية في الجنوب، أو فقط الهدنة في غزة. لابد من العمل قدر المستطاع على إنجاز كثير من النقاط محل الخلاف، لأنه ليس لدينا وقت، أنا بتكلم على لبنان، ليس لدينا وقت كثير أو فرصة أو رفاهية ننتظر أكثر من هذا، لأنه القادم صعب. ودي كلمة أنا برددها وأنا أعلم معناها، لأنه أنا عايش في الإقليم زي كل الإخوة في لبنان والدول الأخرى، ونعلم أنه الفترة القادمة فترة صعبة لأنها هتشهد ترتيبات، يجب أن يكون لبنان جزء من هذه الترتيبات ولا يتم تجاوزه. هذا لن يحدث إلا إذا كان لهذه الدولة رمز اسمه الرئيس، رئيس الجمهورية، وحكومة ومؤسسات تعمل بكفاءة. عظيم. بالعيد الوطني المصري تقول حرفيا بكلمتك: نشارك في اللجنة الخماسية ونتواصل مع كافة القوى والأطراف سعيا إلى إيجاد تفاهمات وأرضيات مشتركة. التقيت الجميع من دون أي استثناء بكذا حراك للاعتدال، للقاء الديمقراطي الاشتراكي، لتيار الوطن الحر جبران باسيل، وأخيرا نواب المعارضة. قدرتوا توصلوا سعادتك لهذه التفاهمات أو أرضية مشتركة ما بين اللبنانيين؟ هل فينا نقول اليوم أنه البيت الجميع مقتنع بالخيار الثالث؟ شوفي، أنا في الحقيقة، ودي مسؤولية أنا أتحملها، أنا أنه خلاصة كل حديثنا مع القوى السياسية المختلفة في لبنان أفضت إلى نتيجة واضحة للجميع وللخماسية، إلى أنه مساحة الثقة ما بين الفرقاء في الحقيقة في أدنى مستوى.
ما تفعله. ويمكن ده على فكرة نتيجة تاريخ وتجارب وإرث أشياء كثيرة جدا. ما تفعله الخماسية هي محاولة يعني مش سد الفجوات، محاولة تقريب بعض الشيء وزيادة مساحة الثقة بالقدر اللي يسمح ان احنا ننطلق. انا لا اقول على ان احنا سنعيد الثقة نعم الى اعظم وجوهها او الى افضل فتراتها، انما بنقول ان احنا سنخلق ارضية، هذه الارضية يمكن ان ارضية الثقة تساعدنا على معالجة بعض النقاط. هل هناك مشتركات؟ انا اؤكد لك ان هناك مشتركات ما بين الفرقاء، انما فكرة انه انا بنظر الى الطرف الاخر وانا متشكك ومتوجس من نواياه فيجعلني يعني اخد خطوه الى الوراء. مره اخرى اقول لحضرتك الى انه عدم الثقه بيفوت فرص كثيره، لانه بتترددي في اتخاذ القرار وتدرسيه اكتر من مره فتفوت الفرصه. ما نفعله اوكي حاليا هو محاوله زياده هذه المساحه من الثقه، ثم الامور الاخرى اللي انا براها شكليه يمكن لها ان هي يتم تجاوزها والتعامل معها. ما لمسته من هذه اللقاءات انه الجو العام اللبناني يقول ويطالب بالذهاب الى خيار ثالث غير سليمان فرنجيه وغير جهاد أزعور، وقد يكون يعني خيار وسطي ثالث من كل طيب جو الحركات التحركات لكل الفرقاء، هذا ما يطلبه هذا الفريق الكبير يعني غير الثنائي الشيعي خيار ثالث؟ لا بالعكس، انا بشوف انه دعوه الرئيس بري نفسه نعم لفكره الحوار معناها انه دعونا نجلس سويا للاتفاق على اسم، هذا الاسم يرضى عنه الجميع، طبعا ده شيء يعني مأمول لكن يرضى عنه الاغلبيه، وبالتالي طالما هنجلس للحوار يبقى كل شيء مفتوح، قد ناتي ب مرشح اكس او واي او زد، يعني معناها انه ليس هناك حديث عن مرشح واحد، الحديث مفتوح على عدد من المرشحين، وبالتالي النقاش بغض النظر عن اسم هذا النقاش او توصيفه مائده حوار طاوله حوار نجلس في الصالونات، هذا لا يعني الخماسيه. لا، ما يعني الخماسيه هو انه النقاش ما بيننا كفرقاء يمكن ان يصل بنا الى خيار او اكثر، شخص شخصين ثلاثه، وبالتالي هم نفسهم نعم من يروجوا، حتى اصحاب انا الثنائي الشيعي عنده اسم مرشح اسمه سيمان فرنجي، سلامة فرنجي. لكن طالما طرح للحوار معناه ان هو عايز يجلس مع الجميع عشان نصل الى اسم، هذا الاسم يلبي القدر الاكبر من التوافق ما بين الاعضاء. يعني الخماسية تؤيد مبادرة او دعوة الرئيس بري صح؟ انا دايما فكرة انه يعني صح او غلط لا تسير في السياسة، بمعنى انه موقفكم من انا دعوة بقول الرئيس بري انه للحوار الحوار والنقاش شيء مهم. على فكرة الفريق الاخر بيرى ايضا ان الحوار والنقاش شيء مهم، لكن هو بيرى انه هذا يتم في اطار مجلس النواب وليس وتعلق برئاسة رئيس بري، ده امر شكلي، لكن فكرة الحوار نفسها يتفق عليها الجميع، فقط الخماسية بتحاول تسعى ومع مساعدة القوى اللبنانية طب. على وضع هذا الحوار أو شكله بشكل يرضي الأطراف جميعها. طيب بس القوات اللبنانية اللي فيها نواب معارضة اللي التقيتوهم قدموا اقتراحين على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، نعم يعني في مشاورات في حوار بهذا الاقتراح وفي جلسات مفتوحة. طيب هنا من يتحمل مسؤولية تعطيل الحوار أو تعطيل انتخاب الرئيس برأيك؟ هل الرئيس بري المتمسك بحوار بإدارته أو المعارضة وعلى رأسهم القوات الرافضة لحوار برئاسة الرئيس بري؟ شو موقفكم؟ يعني شوفي، الجميع بلا استثناء يتحمل مسؤولية عدم انتخاب الرئيس، حتى الرئيس بري؟ الجميع، نعم لأنه في الحقيقة أنا بطرح فكرة يقابلها فكرة أخرى مضادة، إذن علينا أن نتفق على شيء يرضينا نحن الطرفين بأنه نجد هذه الأرضية، إنما التمسك من هذا الفريق أو ذاك الفريق بوجهة نظره لن يعطي الفرصة أو الأمل أو الأجواء اللي تسمح بإنتاج شيء أقرب للطرف ده والطرف ده. فأنا
احمل الجميع المسؤوليه. وهو في الحقيقه يعني ليس يعني قولي انا كسفير مصر، انما في الحقيقه خماسية. مش فقط هو الخماسيه طبعا، هذا هو موقف الخماسيه، انه الجميع يتحمل المسؤوليه، لانه منذ البدايه كان يمكن لمجلس النواب والساده النواب في مجلس النواب ان هم ينتخبوا رئيسا، ده مهمتهم هم الرئيسيه. عشان كده بنقول انه ملكيه العملية الرئاسية وانتخاب رئيس تقع حصرا في يد البرلمان اللبناني بمختلف تشكيله وطائفه وانتماءاته وكل شيء. وبالتالي سؤالك مرة أخرى الخاص بي، أين تقع المسؤولية؟ على الجميع. طب إذا بدي أحكي أنا على الجميع، إذا بيخد مثال القوات عظيم تتحمل مسؤولية بمكان ما والكتائب برفض حوار برئاسة رئيس بري، ثنائي الشيعي متمسك بحوار برئاسة رئيس بري، ولكن مثلا التيار الوطني الحر قبل بمبادرة المعارضة، قبل ولو كان رافض ولكن تسهيلا قبل بحوار برئاسة رئيس بري. طب هنا وين بيتحمل هو المسؤوليه؟ انا اعتقد انه على الرغم من انه التيار الوطني الحر يعني ابدى قدر كبير من التماهي، نعم، مع الاطروحات من هذا الفريق او ذاك الفريق، وده شيء مهم ومقدر وايجابي، لكن يظل ايضا الاجماع او الموقف المسيحي في الحقيقه في غايه الاهميه. أنا بشوف إنه المعسكر المسيحي، وهنتكلم على استحقاق الرئيس، هو رئيس لكل لبنان طبعا، لكن اسمه والله إنه هذا الرئيس مسيحي ماروني، وبالتالي على القوى السياسية المسيحية إنها أيضا تبذل مجهود للتقريب وجهات النظر فيما بينها، ده شيء مهم. تناشد القوات يعني؟ أناشد الأطراف كلها المعنية إن هي تقترب من بعضها البعض، تتحاور لعل وعسى تجد شيء قريب يمكن التفاهم حوله، لكن هذه الوضعية الآن وضعية في الحقيقة غير مفهومة وغير مقبولة إذا جاز لي القول، إلى أنه أنا أجد أنه لا يوجد شخص أو لا يوجد موقف مسيحي واضح. هناك موقف واضح ساعتك يرفضون. أنا أقصد مش فقط الرفض، هناك تقاطع على اسم ثالث. أسهل شيء أن أنا أرفض، يعني تقاطعوا في مرحلة ما، تقاطعوا على مرشح جاد أزعور، لكن أنا بقول أين الآن هذا المرشح؟ إذا صار جلسة برجعوا بينتخبوا. أين موقفهم؟ فليفتح رئيس بري المجلس النواب. لابد من استمرار الحوار بين القوى المسيحية، لأن أنا بشوف أنه هناك مشتركات كثيرة بينهم. فقط برضو نرجع أول مرة أخرى، فكرة الثقة، نعم، التجارب السابقة سواء كان للقوات أو للتيار أو لهما هما الاثنين مع بعض، في الحقيقة بتلقي ظلالها على الوضع الآن. فأنا أدعو إلى أنه يكون هناك أيضا هناك حوار بين القوى المسيحية، لأنه في النهاية الأمر متعلق بمستقبل لبنان. طيب كتير منيح. مبادرة المعارضة اللي اجتمعتوا فيهم، كيف توصفوا هالمبادرة؟ معقولة يعني؟ جيدة؟ يقال انكم فضلتوا يمكن الاقتراح الثاني للمبادرة، ولا لا ما في جو من اقتراح اول او اقتراح ثاني؟ ولكن بشكل عام هذه المبادرة كيف قرأتوها؟ يعني انا في حقيقة انا قرأتها انه المعارضة بدأت تبدي قدر من المرونة، لانه في الحقيقة في فترة من الفترات كان هناك البعض يوجه إلى المعارضة يعني نقد بأنه موقفهم متعنت وغير مرن. أنا أتصور أن طرحهم الجديد طرح فيه قدر من المرونة. هل القدر من المرونة يمكن لنا من خلاله أن نصل إلى شيء؟ ده محل فيه علامة استفهام. إنما على الأقل أبدأ أو أظهر إلى أنه لا، يمكن أن نبدي كمعارضة قدر من المرونة، وده شيء مهم. وأنا عارف أن ده المقترح القادم من الدكتور سمير جعجع، وأنا شايف أنه لفتة كويسة، تحرك طيب يعبر عن أنه مدرك
لطبيعة الأمور، وبات مقتنع بأنه عليه أن يقدم شيء في المقابل، ومن وجهة نظره هو قدمه، فالآن يتفاعل الأطراف. يعني من لا يبدي المرونة حتى الساعة هو رئيس مجلس النواب؟ لا، هي في الحقيقة مش يعني هني قبلوا كسروها، قبلوا بمشاورات. مش معنى لا، احنا بنقول مرة أخرى، بنقول مرة أخرى عشان تبقى الأمور واضحة. نعم. إنه مش بالضرورة عشان أنا طرحت طرح، نعم، يبقى طرحي ده هو أقصى ما يمكن أن أقدمه، وإنه هذا هو نصيبي من المرونة. شو وإنه الطرف الأخر طبعا هناك أشياء كثيرة من ذاك الطرف وهذا، إنه يمكن له أن يكسر حالة الجمود بتطوير هذا المقترح، وهو ده الهدف من الحوارات، إنه يمكن لمقترح الرئيس بري أن يتم تطويره، ويمكن لمقترح أيضا الحكيم إنه يتم تطويره، وهو في الحقيقة الحوار هو اللي يمكن أن ينتج هذا التطوير وهذه الأرضية المشتركة. فعلى الجميع على الاستمرار في النقاش، لعل وعسى، مش لعل وعسى، نرجو أن احنا نصل إلى شيء يكسر حالة الجمود هذه. متى الاجتماع المقبل للخماسية؟ شوفي الخماسية، احنا مجتمع بنتواصل، ما تعطيني جواب دبلوماسي؟ لا لا، ليس دبلوماسي. الحقيقة الخماسية بتتواصل بشكل يومي تقريبا، سواء بشكل جماعي أو بشكل ثنائي ما بين الأطراف أو أكتر. لكن يمكن أنت بتسألي على اجتماع معلن صحيح للجميع، إلى الآن لم يتم، لأنه في الحقيقة هناك أعضاء من الخماسية غير متواجدين في لبنان، يعني غادروا لأسباب مختلفة، فيمكن عند عودتهم يكون هناك اجتماع قريب للخماسية، أو قد يحدث شيء ما مهم ومفصلي يجعل الخماسية تجتمع على الفور في اجتماع تدعى إليه وسائل الإعلام. هو فقط لأنه في سفراء موجودين خارج الأراضي اللبنانية، أو لأنه لا جديد تبحثه الخماسية؟ لا بالعكس، أنا بقولك الحوار مستمر. مستمر، إنما الاجتماع بشكل خماسي، نعم، ويتم الإعلان عنه للإعلام، يجب أن تكون السفراء موجودين. أوكي. سعادتك، يقال أن السفيرة الأمريكية في زيارة الأخيرة للولايات المتحدة عادت بحماسة أقل بما خص الملف الرئاسي، وباتت مقتنعة أكثر أنه هلأ ما فينا نعمل شيء بهذا الملف، ولا يمكن أحداث أي خرق، وهذا ما تبلغته الخماسية من بعد عودتها. ما دقت هذه المعلومات؟ طيب طبعا أنا ما بقدرش أرد على السؤال ده، لأنه يسأل فيه السفيرة الأمريكية بشكل شخصي، لكن أنا ما وصلني، نعم، من حوارنا سويا وآخر يعني حوار مؤخر منذ يومين معها، لا شفت أن قدر الحماسة لديها لازال كما هو، عندها رغبة في الانتهاء من هذا الملف في أسرع وقت ممكن، ولديها أفكار ولديها وسائل للتحرك، وهذا هو الحوار الدائر ما بيننا كخماسية، ما هي الخطوة التالية. لديها أسماء؟ لا، احنا لا نتحدث عن أسماء. مرة أخرى، ليس هناك ضرورة للحديث عن أسماء. ليه؟ لأنه المواصفات اللي وضعتها الخماسية بالاشتراك مع القوى السياسية اللبنانية في الحقيقة تظهرك أكثر من اسم، وبالتالي لا يوجد هناك اسم واحد، هناك يعني هذه المواصفات قد تساعدك على استبعاد أسماء، لكن تفتح الباب على مصراعيه لأسماء أخرى جديدة وكثيرة. هذه المواصفات اللي حطتها الخماسية تستبعد رئيس تيار المرادة سليمان فرنجية؟ لا، في الحقيقة دي سؤال أو أنا تنطبق على، لا لا، أنا ما ردش هذا السؤال، لأنه مش أنا أحط الأسماء، القوى السياسية اللبنانية هي اللي بتحط. النهاردة هقولك على حاجة، نفترض جدلا إلى أنه استيقظنا صباحا ووجدنا أنه القوى السياسية اللبنانية توافقت على اسم المرشح سليمان فرنجية، هل ستقف في الخماسية أمامهم؟ لا، ستتوافق على اختياراتهم. الخماسية مش هالقد سهل سعادتك، لو ما في رضا خليجي. أنا بحاول أن أوضح الصورة على أنه الأسماء تأتي من داخل لبنان. نعم. طالما أتيت باسم، هذا الاسم يحظى بالأغلبية من القوى السياسية اللبنانية، سوف تجدي أنه
اللجنة الخماسية تساعده وتسهله كل أموره، لكن علينا أن احنا نصل إلى هذا التوافق أولا ما بين القوى السياسية. لا فيتو، في فيتو أمريكي على اللواء بيساري مثل ما كتب البعض وقريناها امبارح ببعض الصحف والمواقع، أنه هوكستين طلب عبر صديق أن وقف طرح اسم البيساري، اللواء بيساري. لا يوجد فيتو من قبل الخماسية على أي اسم، ولا يصح إنه حد يقول إنه هناك دولة أو أخرى تضع فيتو على أسماء. هذا استحقاق لبناني حقيقي. ما يتم ترديده على إنه هناك دول وضع فيتو على أسماء ده غير صحيح. أوكي، ختاما لأنه تخطيت الوقت مع التمديد، اليوم يمكن بالآخر القول سعادتك سنكون أمام خيار ثالث حتمي رئاسي اليوم؟ لا، اليوم هلا عم نحكي انه في مرحله مقبله الخيار الثالث الاتجاه الاكبر. خليني اقول القوى السياسيه اللبنانيه سوف تاتي بهذا الخيار، سواء كان ثالث او رابع او خامس، احنا بحقيقه منفتحين لكل الاسماء. كالعاده اجوبه دبلوماسيه، الرئاسه ليست قريبه صح في لبنان؟ الرئاسه بعيده قريبه. بعيده قريبه، لانه قد يحدث شيء ما تجعل ملف الرئاسه غدا يمكن التحرك خلاله، وقد لا يحدث شيء اخر وننتظر بعض الشيء. ما في اشطر منك بالاجوبه الدبلوماسيه. بدي اشكرك سعاده سفير مصر لدى لبنان علاء موسى. شكرا لك، شكرا على هذه الحلقه اللي ناقشنا فيها كل الملفات. شكرا مشاهدينا لحسن المتابعه، والى اللقاء.